عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بثاني ثاني بكالوريا مسلكي علوم اقتصادية وعلوم تدريب محاسباتية في تسعة امتحان وطني موحد دورة استدراكية 2016 2008 يحتوي كيس على 11 كرة غير قابلة للتمييز باللمس. 11 كرة نقدرش نميزو بيناتهم باللمس. 6 7 8 9 10 11 كرة. كيس هذا مغلق صحيح. أمر ثلاث منها بيضاء، ثلاثة بيض بي بي بي، وأربع منها خضراء في 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 في، أربع خضر، وأربع منها حمراء أخ 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 صحيح. مزيان. إذا نسحب عشوائيا وفي آن واحد، وخذ ندير السحب الآن آن واحد سي. ثلاث كرات من الكيس، ثلاثة من الكيس، الكيس فيه 11، يعني هذا هو كاردينال أوميغا، هو هذا سي ثلاثة من 11. غير من المعطيات كنعرف شنو غنسحب، واش أ ولا سي ولا فاكتوريال إلى غير ذلك. دونك أنا مادام قال لي نسحب آنين ثلاث كرات من الكيس، يعني كاردينال أوميغا يساوي سي ثلاثة من 11، لأن الكيس فيه 11 كرة. صحيح. إذا نعتبر الأحداث التالية، كاين الحدث الأول أ الكرة الثلاثة مسحوبة بنفس اللون، يعني الكرة الثلاثة بنفس اللون. كاين بي كرة واحدة بالضبط من كل لون، يعني كرة من كل لون. وكاين سي كرة الثلاثة مسحوبة من لونين مختلفتين، عفوا من لونين مختلفين، الكرة الثلاثة من لونين مختلفين، يعني هاد الكرات بجوج ألوان مختلفة، ماشي بثلاثة الألوان، ماشي كل واحدة بوحدة، لا بجوج ألوان مختلفة. مزيان. السؤال الواحد على بين أن احتمال الحدث أ هو 3/55. إذا السؤال الواحد ألف بي دو أ تساوي كاردينال أ على كاردينال أوميغا. كاردينال أ شنو هو؟ الكرة المسحوبة من نفس اللون، يعني إما بثلاثة بويض، شحال ندير بويض؟ أو كندير أو كندير زايد، أو بثلاثة خضر، أو كنقول أو كندير كنقول هو كندير شي، أو بثلاثة حمر، كاين أربعة حمر، صحيح؟ هنا كدير عدد الكرات اللي بداك اللون، وهنا كدير عدد الكرات المسحوبة، على كاردينال أوميغا هو سي ثلاثة من 11. ونحسب دابا صحيح الشيء اللي بقى. دونك سي 3 من 3 هي أ 3 من 3 على 3 فاكتوريال، أي أ 3 من 4 على 3 فاكتوريال، أ 3 من 4 على 3 فاكتوريال تساوي، عفوا على أ 3 من 11 على 3 فاكتوريال تساوي. إذا هذه 3 بزوج في 1، هذه 3 بزوج في 1 هي 1، هذه 4 نحسبها 4 في 3 في زوج على 3 زوج في 1، المهم في زوج لأن نفسها مع هذه زائد هذه نفسها، على هذه 11 في 10 9 على 3 في زوج في 1 تساوي. إذا 1 زائد اختزل 3 مع 3 أو زوج مع زوج تبقى 4 على زوج 8، المهم ساعة ألا ممكن هي 3 في زوج، ولا نختزل 3 مع 9 تبقى 3، ولا 10 مع زوج تبقى 5، 3 في 5 15 في 11 150، ولا 15 165. مزيان. وهذا الجوج أعداد جوج يمكن تقسمو على 3، جوج يمكن تقسمو على 3، دونك 9 على 3 هي 3، 165 على 3، دونك 165 على 3 كتساوي 55، 155 على 3 هي 165. إذا داكشي اللي مطلوب بي دو أ كتساوي 3 على 55. جاوبنا على سؤال واحد ألف واحد باء. أحسب بي دو بي احتمال حدث بي، دونك بي دو بي شنو هو؟ بي دو بي حدث بي سحب كرة واحدة بالضبط من كل لون،
يعني كل كرة واحدة من كل يوم، يعني شنو هو بي؟ يعني غادي نسحب واحدة من البويض كاين ثلاثة، وواحدة من الخضر كاين أربعة، وفي كنقولها ونديرها زيد، وواحدة من الحمر. كلا كاردينا أوميغا، سمحوا لي أنا مكتبش كاردينا، مكتبش القاعدة. كاردينا أوميغا هو سي ثلاثة من علاش تساوي. إذا هنا برا كنت القاعدة غندير ديريكت، بلا كنت القاعدة وضحت لكم دابا غندير ديريكت. دونك هذا كيعطينا أ واحد ثلاثة، يعني ثلاثة على واحد هي ثلاثة. هذه أربعة على واحد هي أربعة. عرفتوا علاش؟ لأن أ أربعة من واحد، أ واحد من أربعة هي أربعة، على واحد فاكتور هي أربعة. دونك فرق على سي ثلاثة من حداش، دونك هي حداش في عشرة تسعة على ثلاثة بزوج، دونك هي المهم غادي نكتبها باش مننساش. تساوي دونك ثلاثة في أربعة، ونخليها كيف تنختزل هنا غادي نختزل، تبقى خمسة في ثلاثة خمسطاش في حداش، خمسطاش في حداش، ونخليها كيف تبقى خمسة في ثلاثة خلاص تساوي. إذا تمشي ثلاثة مع ثلاثة تبقى أربعة في أربعة ستاش، خمسة في حداش هي خمسة وخمسة. مزيان. السؤال الأخير، استنتج أن بي دو سي كتساوي جيم بي دو سي. شنو هي بي دو سي؟ قراو السي. الكرة الثلاث مسحوبة من لونين مختلفين، مادام قال لي استنتج يعني نخدم المعطيات السابقة أو الأسئلة السابقة. قال لك أودي السي هو الكرة الثلاث مسحوبة من لونين مختلفين، يعني إما من البيض والخضر أو لا من الخضر والحمر أو لا من الحمر والبيض، من لونين مختلفين. إذا إلا قلنا الحدث المضاد ديال هذا وجمع الحدث المضاد، يعني إما الحدث المضاد يعني اللي كيخالف هذه الجملة هذه، إما عندهم نفس اللون، وإما يعني كل وحده مختلفه على الاخرى، يعني كل وحده بلون مختلف. ياك الحدث المضاد يعني اما عندهم نفس اللون، شوف انت واش ممكن يقول لك، كيقول لك بجوج الوان، بجوج الوان، شنو العكس ديالها؟ العكس ديالها هو اما بواحد اللون نفس اللون، او لا بثلاثه الالوان، هذا هو العكس. يعني كان عندنا ثلاث الوان، واحد السيد غيقول لك اودي انا بغيت بجوج الوان، شنو العكس ديالها؟ فوقاش يضافك الا جبت له بواحد اللون ولا ثلاثه الالوان، يقول لك لا انا بغيت تجيب لي بجوج الوان. دونك هذا هو العكس، كيسمى الحدث المضاد. اذا بي دو سي هو واحد ناقص، شنو هو الحدث المضاد؟ قلنا هو اما يعني بي دو ا، علاش ها هو شنو هي؟ من نفس اللون، يعني اما من نفس اللون يعني لون واحد، او الحدث المضاد ديال بي دو سي. صحيح واحد ناقص بي دو سي بار، هاهي غنوضحو، كتب واحد ناقص بي دو سي بار. وشنو هو السي بار؟ الحدث المضاد ديال السي، السي كيقول بجوج ألوان، الحدث المضاد يعني إما بواحد اللون يعني هو أ، أو لا أو من ثلاثة الألوان، صحيح؟ اللي هو بي، بي دو بي، إذن تساوي. واحد ناقص بي دو ا شحال لقيناه؟ ثلاثة على خمسة وثلاثين، على خمسة وخمسين، ناقص ثناش على خمسة وخمسين تساوي واحد المعقل مية خمسة وخمسين، ناقص ثلاثة ناقص ثناش على خمسة وخمسين تساوي خمسة وخمسين ناقص ثلاثة هي اثنين وخمسين، ناقص ثناش ستة وثلاثين على خمسة وخمسين، دونك هادشي لي مطلوب. صحيح؟ مزيان. إذا جاوبنا على السؤال ألف وباء وجيم من واحد، إذا السؤال زوج، ليكون إكس متغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات البيضاء المسحوبة، يعني إكس هو عدد الكرات البيضاء المسحوبة، أتمم الجدول جانبه ثم أنقله على ورقة تحريرك. إذا أولا شنو هما القيم اللي غادي تاخذ إكس؟ شنو هما القيم؟
كره الحمر هذه اما حتى وحده بيضاء صفر، اما وحده بيضاء، اما زوج بويض، اما ثلاثه بيضاء. باش نملاو الجدول خصنا نحسبو بي دو اكس تساوي صفر، بي دو اكس تساوي واحد، بي دو اكس تساوي جوج، بي دو اكس تساوي ثلاثه. نبداو بي دو اكس كتساوي هي كاردينال اكس تساوي صفر على كاردينال تساوي. اذا كاردينال اكس تساوي صفر حتى وحده ما بيضاء، يعني سي حتى وحده ما بيضاء، يعني ثلاثه بيهم من الاخرين. شنو هما الاخرين؟ الخضر والحمر، يعني ثمانيه على سي ثلاثه من 11 تساوي. اذا نحسبوا هذه اللي فوق هي ثمانيه في سبعه في سته على ثلاثه جوج في واحد على 11 في عشره في تسعه على ثلاثه زوج في واحد تساوي. إذا فوق ثلاثة بجوج ستة تمشي مع ستة، تبقى ثمانية سبعة هي ستة وخمسين على هنايا غادي نختزلو تسعة مع ثلاثة والعشرة مع زوج، تبقى ثلاثة في خمسة حداش مية خمسة وستين. مزيان بي دو إكس كتساوي واحد راه محسوبة، هاهي بي دو إكس راه كاينة في الجدول هي 84 على 165. مزيان دابا نحسبو بي دو إكس تساوي واحد، يعني هو كاردينال إكس تساوي واحد على كاردينال أوميغا. ألوغ كاردينال إكس كيساوي واحد راه واضح، يعني وحدة بيضاء والباقي من الآخرين، يعني وحدة بيضاء وحدة من البويض اللي هما ثلاثة هو الباقي من الآخرين. شحال كاين؟ ثمانية. شحال بقاو؟ جوج على عفوا هادي احسن محسوبة قلنا سمحوا لي قلتها وانا نعاودها نحسب بي دو اكس كتساوي جوج، بي دو اكس كتساوي جوج دونك هي كاردينال على كاردينال اوميغا. كاردينال اكس كتساوي جوج يعني جوج بويض، الوغ سي جوج من البويض هما ثلاثة و وحدة من الاخرين، جا من الاخرين يعني ثمانية على سي هذه ديجا محسوبة هي 156 165 عفوا عندي عشرة تساوي ثلاثة، هذه ثلاثة بزوج على جوج فاكتوريال يعني ثلاثة، هذه ثمانية على واحد ثمانية على 155 يعني 24 و بي دو اكس كتساوي ثلاثة، يعني ثلاثة بويض شنو معنى ديال ثلاثة بويض؟ يعني سي ثلاثة من ثلاثة هي واحد على مية خمسة وستين. إذا نص موجود دابا إكس إكس إي صفر واحد زوج ثلاثة، دونك بي دو إكس تساوي إكس إي صفر. ألوغ بي دو إكس كتساوي صفر لقيناه ستة وخمسين على مية خمسة وستين، بي دو إكس كتساوي واحد عطاوها لنا 84 على 165، هادي لقينا 24 على 165، وهادي واحد على 165. مزيان شوف معايا مزيان، هنا إلا بغيت نحسب المجموع خصني نلقى واحد، لأن مكاينش واحد غير غلط. ستة وخمسين و 84 و 60 و 140 140 و 24 هي 164 و 165 على 165 هي واحد، إذا عندي صحيح 100%. صحيح. و دونك السؤال الأخير هو الأمر الرياضي، دونك الأمر الرياضي هو صفر في هذا هي صفر زائد واحد في هذا، يعني تعطينا 84 على 165 زائد جوج في هذا يعني 48 على 165 زائد 3 في هذا 3 على 165، ونحسبها وتلقى النتيجة 84 84 زائد 48 دونك 4 120 132 135
على 165 وحسن 20 سنة صحيح؟ إذا زالي 182 تأخذ 83 لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا إلى اللقاء